في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات في المجال التربوي، فازت مدرسة خولة الثانوية للبنات بجائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 22 عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة. وبهذه المناسبة استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم الفائزين بالجائزة، وقد أشاد الوزير بالجهود التي بذلها الفائزون لنيل هذه الجائزة التربوية الهامة، منوها في الوقت نفسه بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العديد من المجالات ومنها المجال التعليمي، مؤكدا أهمية الدور التربوي للجائزة في تكريم التربويين المتميزين والارتقاء بالكوادر التعليمية في الدول المشاركة في هذه المسابقة بما يعود بالخير على الميدان التربوي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. طبعا ابرز الممارسات اللي احنا ساعدتنا ان احنا نفوز في هذه الجائزه كانت باستثمار جميع الادوات اللي متوفره عندنا ولله الحمد. احنا نعرف طبعا اداره مشروع جلاله الملك وفرت لنا العديد من الادوات الرقميه اللي احنا بالفعل استفدنا منها، كان من ضمنها طبعا احنا استغلنا التيمز اللي وفر لنا اياه اداره المشروع، استثمرنا ان احنا نصب جميع الادله ذات الجوده عليه وقدرنا نتناقش من خلال اجتماعات الكترونيه ولله الحمد بأبرز الأدلة اللي كانت موجودة وأكثر الأدلة اللي ممكن أن هي تأهلنا للفوز بهذه الجائزة. كان في طبعا متسع أن حتى جميع الأقسام الأكاديمية والإدارية في المدرسة يبرزون طبعا كل اللي موجود عندهم كان إلكترونيا وسهل علينا العمل بالفعل. قدرنا بدل ما يعني تكون الملفات ورقية كانت إلكترونية، كان سهل أن احنا نستفيد من جميع الأدوات اللي متوفرة لنا طبعا يوفرها لنا مكتب اللي هو التعلم الإلكتروني. طبعا تم اختياري للفوز بهذه الجائزة نتيجة لأسباب عديدة، فمن الأسباب الخدمات التي قدمتها لنا وزارة التربية والتعليم والمتمثل في مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، البوابة التعليمية، الأدوات التمكين الرقمي، فكانت هذه محكات متميزة للفوز بالجائزة، وأيضا الممارسات الإبداعية، الطرق والاستراتيجيات الحديثة في التعلم مثلا كالصف المقلوب، مهارات التفكير العليا للطلبة، التعلم الذاتي، تمكين الطلبة من التعلم الذاتي، هذا كان شيء ممتاز حتى يأهلنا للفوز بهذه الجائزة. طبعا هالفوز يعني لي الكثير ويبين جانب من تميز مملكة البحرين في ومدرسيها في مجال التربية والتعليم. كان عندنا مشروع كلش متميز اللي عجبهم كان مشروع دمج هندسة وبرمجة الروبوتات ضمن المنهج الدراسي، واللي أشكر وزارة التربية والتعليم اللي وفروا لنا الروبوت، واحنا قاعدين يعني بصوره مستمره قاعدين نستخدمها في البرامج الإثرائية للطلبه الموهوبين الروبوتكس جزء من المنهج.